الدفاع في هذه المباراة. معوض زياد الشاوش، ترجع الكرة صفاقسية من محمد علي منصر، يعاود يرجعها المعلول، معلول باش يوزع معلول والعياري بالراس، والهدف الأول لجونيور أجاي. جونيور أجاي يفتتح التسجيل للنادي الرياضي الصفاقسي بكرة ودون متابعة. جونيور بعد توزيعة مليمترية، ثالث أهداف جونيور أجاي مع النادي الرياضي الصفاقسي هذا الموسم بكرة بالراس بعد توزيعة مليمترية. الله على التوزيعة، الله على الاستقبال، وكرة أجاي في مرمى علي العياري. أول هفوة وأول كرة وأول خطأ من علي العياري على مستوى الخروج، وكذلك دفاع النجم الأولمبي بسيدي بوزيد، وجونيور أجاي يتم